إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أبو كليب الطرمل، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له. أبو كليب جيال بكيارتي، ما عرفش دابا واش رمضان جاي شنو. ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. يسبون عائشه يسبون عائشه. يسبون عائشه. اللهم دمر الارض من تحت اقدامهم. اللهم دمر. أتي من ذات غتعرفش، ما تتعرفش الإمام واش تضحك ولا تيبكي. That's what happens. ما تتعرفوش. واحد النهار زغبني الله وتنتصنت لذاك الديسك، مع الديسك القرآن. صرنت واحد، كانت عندي واحد الكاسيتة قديمة، كنت عايش في واحد البيت بوحدي. أول بيت عشت فيه بوحدي. أتي مجرد ما قدرت نكون بوحدي في بيت ونسد على الباب، يعني انني نكون في بيت بوحدي لاول مره في حياتي، نكون في بيت بوحدي، عندي فيه ناموسيه، عندي فيه مكتبه، عندي مكتب يعني صغير وداك الشيء، يعني ما يمكنش صاحبي يعني اوتوماتيكمو، ما تحتاجش انك تكون متنبي ولا تكون سحار ولا شي حاجه، غادي تعرف اش غادي يوقع. فما خرجتش النهار كامل وانا تنذكر الله تعالى. ف زغبني الله، يعني جاتني داك تأنيب الضمير، جاني تأنيب الضمير، فصلخت الحنش مزيان، فجاني تأنيب الضمير وانا نجبد واحد الكاسيطه كنت سرقتها من الجامع. هو يجي شي مسلمه يقول لي هذيك ذنوب الكاسيطه، داكشي علاش كفرتي. فسرقت واحد الكاسيطه حيت سرقت شي حوايج من الجامع، ماشي سرقتهم يعني، خديتهم معايا، هما ماشي ديال الجامع وخديتهم معايا، فهمتي. خديت حيت المكتبه ما عنديش كتب اسلاميه، فديت معايا نعم استعرتهم. إخوان راه شي واحد تيسرسر وتضيعوا لينا التسرسير، الله ينعل رب رباي بربكم. عاودي عيطي يا اختي، داك اللي عنده التفاؤل اوبتيميست، عاودي عيطي يا اختي، قدر يكون هاشي عبد الله ولا شي حاجه، عاودي عيطي. فديت معايا شي حاجه، ديت معايا شي لعيبات، ومن بينهم واحد الكاسيطه ديال واحد المقرئ نسيت اسمه. وهذا المقرئ هذا رباي بربو، ها هي معايا شي حاجه. الو اش هشام عتي على خيبه امل دابا؟ وي خويا الو. وي تصدمتي كنت تسين سخيتي طلع لك عبد الله. كنتي يا صاحبي غترقق صوتك. وحاولت ولكن اللي ما بغاش يطلع مزيان. حاول غير حاول، خفتي من الرمله. صافا بخير، صافا بخير، كي دايرين العواشر؟ خسرتي لينا الخاطر. بديتي توجد سكاوتات ديال رمضان؟ وي تنوجد دابا غير اللوز، قال لك تيعاون في داكشي. لا مزيان دوز، مزيان في الفيتامين دي. شنو بغيتي يا اخويا؟ اخويا هذا الجامع الكبير ديال كندا؟ مسجد التقوى. مسجد التقوى. التقوى هو الفضيلة. مسجد اللقوى. سيدي هذا شرف كبير نهضروا معاك وبغينا نشكروك. شعور متبادل عزيزي، انا عزيز عليا الناس اللي تيعيطوا من المغرب، فلان قليل فاش تنتواصل معاهم، لان الملك سد لهم سكايب. ف نهار كبير هذا. وي وانت دابا معيط للنمره في الميريكان بوكو فلوس. كاين واحد البير ديال البترول كنجبدو منه مره. بير ديال بوخرارو. دونك اسيدي ما نضيعش لك الوقت، شكرا بزاف. نو ساعي انا سعيد بالاتصال ديالك عزيزي، مرحبا بك خويا، والله يكمل بخير العز والنصر والنباته في القصر وشي غرقه في البحر من تكون قاطع لسبانيا. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا عزيزي، تحياتي. تهلا. علاش كنا تنهضروا؟ البيت. فيا ديك دابا انا ريحت بوحدي في البيت، يا ديك يلا سلخنا الحنش وداك الشيء، وتتعرف من تتكون مسلم تتحس بتأنيب الضمير. كلنا دوزنا القضيه هذه، حتى البنات. واش البنات حتى هما تيحسوا بتأنيب الضمير؟ معنا شي بنت هنا؟ كانت واحد الايامات كانوا البنات كاع ما تيدخلوا للروم. ياك اختي كافره مغربيه، اوكي.
فما عرفش علاش تحسوا نتوما بتأنيب الضمير واخا هي عمليه احتكاكيه ما فيها لا حتى شي حاجه. anyway ف والمهم تنهضروا على الاحتكاك داكشي ديال العلاج وداكشي هذيك هضره اخرى حتى ربما هذيك يحس فيها الواحد بتأنيب الضمير بحال اللي تمشي عند هذاك اللي تيخشي فيك صبع. كاين بزاف ديال البنات تيبغيو يكونوا راجل باغي بنت باغا تكون راجل تتحس زعما راه الراجل عنده لي زافونتاج هذوك لي زافونتاج ديال كا غادي تسالاو من غادي تمشي عند الطبيب ديال الرجال ويقول لك كوز سيرتو الا كان عنده شي صبع كبير تيدير لك نكاح شرعي تيدير لك نكاح شرعي ديال الدوبر ظلما وعدوانا وما عندك ما دير وتتحاول انك ما تحركش بزاف تحاول انك تبقى كارم وما تهر طيب ماشي مشكل فتتحس بتأنيب الضمير تتحس بان تيضرك الخاطر زعما راه خسرتيها مع الله دابا تبقى تحس براسك بان راه الله كاعي عليك وي تبقى تحس بان فريمون الله كاعي عليك زعما الله مسوق عليك غير انت هذيك غير انت يا شاد في القضيب ديالك هو ما خلى يعني شحال من حاجه يقدر يقضيها الله شحال من حاجه في حبس شحال من تسونامي والزلازل والمجاعات والاغتصابات والقتل والتقتيل والتشرد لا هو عادي انت والقضيب ديالك ف يديرها الله ياك هاد النمره اخويا تبقى ديما خدامه وي ديما انا شاعلها بور توجور يعني واخا الله يموت تتعرف من تيموت كل شيء وتيبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فالله حتى هو غادي يموت وهذا النميرو هذا غادي يبقى ذو الجلال والإكرام فتتبقى عندك ديك اللعبة ديال ديك وراه النمرة راه كاينة ديروا عطيو النمرة الكافرة مغربية عطيو النمرة الكافرة أي بنت طلبت النمرة عطيوها النمرة ف شكرا اختي كافره شكرا نعرفك من صوتك واش بوغوصا ولا لا فالان قلت لك تتبقى عندك ديك المشكله ديال ان الله كاعي عليك فتتحس براسك ماشي نورمال تتبقى دارك خاطر تبقى الخاطر دارك وداك الشيء وتتبقى مهتوك العرض ديالك شويه ما حاملش راسك فشويه تتقول غادي ندير واحد التبرير يعني غادي ندير البالونس نطلع شويه المورال ديال الايمان والله وداكشي فاش تدير شي كويسيطه ولا تتمشي لان بيان سير ما تقدرش تقيس القران لان خاصك تغتسل فبالجانبه ديالك تتخشي شي كاسيطه ديال شي كيشك ولا شي حاجه باش زعما راك انت دابا تتخشع وداكشي فكانت عندي ديك الكاسيطه اللي سرقت من الجامع فخشيتها في ايامات الكاسيطات فخشيتها في داك الراديو اللي تيكون فيه الكاسيطه واحد رباي بربو ضيع شي نص ساعة غير في من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز تهدر معكم معقول وعطي شحال ديال اللبكة وأنا يلا درت استمناء يعني أنا يلا كنت مفوج على راسي تيبكي ربو عطي وأنا ما بقى أنا ما جيانيش البكية ما جيانيش أنا ما يعني ماشي في ذاك الدوق ديال اللبكة يعني كاين شي ايام تيكون عندك فهاد الغربه ولا مويمه وديك الوالدين تبقى تفكر انك تبكي ولا شي حاجه ولا تفكر شي حاجه حزينه وقعت ليك تيكون عندنا حنا بعض المرات داك الذوق ديال البكا ياك الخوت تتسناو غير شي نغزه غير شي واحد فهمتي غير شي واحد ينغص يحط هادي يدو على الجرح شويه صافي تعناق وتتبدا تبكي وداك الشيء كلنا تيوقع لنا شي مضيوم على السبق هادي راه تتنفع الاخوان يعني بشكل هامشي الان يعني الشات عندي الباب شي واحد تيصوني انا نرجع الاخوان سوري اوكي بلاتي نشوفوا هادي تتعيط قطعات الشيط فين كنا الاخوان ديك القضيه ديال الحنان وديال الحنان تتنفع لان تتعرفوا ديك اللعبه ديال شي تتكون شي بنت في شي علاقه مع شي واحد
وانتيا تتحب ديك البنت، يعني كلنا مرينا بها زعما، راه حنا صافي قطعنا رجلي قطعنا الواد ونشفوا رجلينا، فبزاف الناس عايشين فيها. وانا تنهضر على الرجال، مالكم نتوما؟ هي انت تقول اوكي، الاخرى انت تنهضر دابا على الرجال، هي تتحب دابا شي واحد حقا زعما حتى هذيك حتى نتوما زعما، ولكن نتوما عندكم لوفر اكثر من عندكم لا دوموند اكثر من لوفر، حنا اللي مقوده على ربايب ربنا. ف تتكون تتبغي شي وحده ولا تتيرك شي وحده ولا هادي، ولكن هي تتكون في شي علاقه مع شي قندوح، هادي راه تقريبا كلنا مرينا بها، تتكون هي عندها شي علاقه مع شي قندوح وانت يا تتبغي ديك البنت، وهي تقدر تكون هي فهمتي عندها علاقه زوينه معاك، ولكن تعتبرك انت صديق يعني انامي معرفه كونيسونس، ف وي فريند زون، فعندك انت هذيك الكونيسونس، ما انت باغي اكثر من كونيسونس، ولكن هي السيده مع شي واحد، وهذه شويه هنا خاصك احسن فرصه ما خاصكش تضيعها، ما خاصكش تضيعها، لان هي هذه خاصك انك تكون انت تتسمع لهاد البنت، لان البنات راه تيبغيو غير يهضروا وتسمع لهم انت، حيت كاينين هنا شي خصوصا دوك اللي تيصحاب راسو هو مفكر وفيلسوف وتيبدا يصراح وتيبدا يهضر وداك الشيء، مالك يا خا مصيفطه ليا انت هي قرعه ديال الروج، مال هادي؟ شكرا اختي مسلمه وانفازر، مصيفطه لي قرعه الدروج وانا كاع ما تنشرب. ف خاصك انت تكون سماع، واخا تفرع عليك راسك بالهضره، حيت هما تيكون فيهم الهضره بزاف هادو، اللي تجي سيرتو شي وحده تتشكي فهمتي مع صاحبها ولا راجلها ولا ماشي راجلها باش ما نخسروش انا السيستم، المهم قول لهم مع داك عشيرها ولا هادي، فتتبدا تشكي عليك، واه راني هادي واه كلنا تيعرف شي وحده بحالك، وراه ما داش فيا وانا راه هادي ومشى لهنا وقال لي هادي، وما تبدا تشكي عليك انت، خاصك قاعد تسمع. اليوم تيبغيو الثيرابي انك تكون انت هي تلقى على من تفرفش، تكون سماع، وي تكون انت سمايعي، خدمتك سمايعي، لان انت عندك واحد الهدف بعيد المدى، وكما تنقولوا يعني اللي بغى العسل اللي بغى العسل اللي يشرب يصبر القريص النحل، ياك؟ فانت خاصك تكون سماع، تكون ابو سميعه، يعني السماع. نديرو شي حديث ديال هذا العيان هذا، ولكن خصني شي القاب شي سميات. والحديث حديث صحيح ومتفق عليه عن ابي زميله عن الشامل عن السماع. عن أبي طوينة عن أبيه أخبره، صافي سلو. عن الحزاق أبو دينة، ناري بلاتي يا الإخوان، راس قلنا واحد الاتصال شيت، عاودي عيطي أختي، أبو كليب والله يضرب التاريخ، عاودي عيطي أختي عاودي. عن أبي خريزة الأنصاري، والحديث صحيح، صححه الحاكم والحزاق وابن حبان. الو الو شيت، جيتي تفقسنا عاوتاني. اهلا خويا، لاباس؟ ناري ناري ناري، هادشي احسن نهار في حياتي هذا. واو، شتي دخلنا شتي بوالو خالقين السعاده. رايت حيت وليتي انديسبونيبل اصاحبي، خالقين السعاده، خالقين السعاده بالتليفون. لا دابا فهمتي اليوتيوب مات، وديك الجيميل واليوتيوب اليوتيوب مات حيت قوستي عليه، راه مازال حي يرزق، علاش قتلتيه؟ انا راه عرفت، راه انا راه ساهمت فهمتي، راه صيفطت لهم ريبورت قلت لهم راه هادشي ماشي معقول وهادي. دابا نتايا داك الريبورت اللي صيفطتيه هو اللي جاب فيه الله التيسير والخمير والبغرير. ما اخوك خدام فلوني فهمتي، خدام في الامم المتحده. نهار كبير هذا. فاش خدام؟ بلاتي ما تقولش لنا فاش خدام، ما تقولش بلاتي، الاخوان تخاطروا دابا، فاش خدام هذا السيد هذا؟ فاش خدام بالنايه؟ قالوا فاش؟ انا تنقول ما خدامش. صافي انت عندك الجواب الصحيح. خرج لك السوسيال ولا مازال؟ لا تنقراو لا باينه فيك تتقرا، لان مازال تضحك.
لا خويا حنا دو فهمتي دازت علينا ولكن واخا كضحك لا ما ضحكتيش داك من تيكون عندك داك المايند سيت نيجاتيف تتولي مقودة عليك اللهم ضحك عمرك فكرتي تكري شي كاميو تدخل في الناس لا 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 وانا اصلا راه ماشي فهمتي يلا حطني الكار عندكم في د في د قوم هوبل انت يلا كفرتي حيت يلا كفرتي دابا لا ماشي دابا دابا ولكن نقول واحد شي اشهر بحالك وغير عرفتي رمضان قرب وانت تكفر ها عرفتي رمضان ما بقى ليه والو وانت تكفر انت فهمتي كان فيا ما ناكل لا انا قيستي شويه بيزار المهم نقدر نعاود ولا ما كاينش الوقت وهي هي ما كاينش الوقت بزاف ولكن حاول عطينا رؤوس الاقلام عطينا رؤوس الاقلام يعني الا كانت والا كانت شي حاجه اللي انك خويابل والا كانت شي حاجه انك خويابل ما تقولش لينا انا با كان امام وهذه عطيتي قصه معروف ماشي انك خويابل فهمتي انا ما تمشيتش على الماء بحال شي وحدين ولكن المهم شنو الشعره اللي قسمت دار البعير شنو القشه اللي قسمت دار البعير ايه وانا نقول القشه اللي دابا المهم انا تنبغي واحد البنت فهمتي فريمون دابا عام والصرف كفرتي على ود بنت البلان شنو كفرتي على ود بنت الو وي لا ودابا ما تسنى ودابا ما تجيش لي هذيك النقيزه ديال المغاربه تسنى المهم دابا انا ديك هذيك البنت فهمت هي في فرنسا حيت انا براسي في فرنسا فهمتي هي اللي دارت لك الوراق فرنسا لا ما كاين لا وراق لا والو ما عندي ما ندير بالناسيوناليتي ديالي وانت كي درتي مشيتي لفرنسا باك برلماني وهذاك في وقتك كانوا تي راه سمعت ديك نوتيك في الاليمان ديك البرلماني كانوا تيفورنيو عليكم وداك الشيء لا خويا هنا دبرنا راسنا وخدمنا وقرينا وداك الشيء ويسر يسر ولكن المهم باش نختصروا دابا ديك البنت كنت نبغيها بزاف هي كبره في فرنسا وانا كانت عندي ديك العقليه ديال المغاربه ديال عرفتي داك لامور بوزيتيف تبغي تملك لا بيرسون وي ديك الغيره ديالو دير مع الحب الغيره ديالو علاش خرجتي هادي المرض هادي فرعتي ليها طجات وي ها وراه هادي انا منا ما نمشيش لفرنسا انا نمشي لسوريا انا هادي لا سي انا راه كنت فهمتي كنت بوتسواني مع افتخر يا هادي تبغي تقول شي حاجه فيها داعش ولا هادي تتخافي يقرقبوا عليك في التليفون تيولي صوتك ضعيف لا انا شي مره تنطلع في لي زيك بحال هكا من عند هوبل ولكن وانت يا مفافي وباغي تتزوج بالبنت داكشي كان عندي داك اسلام ديال التربيه الاسلاميه وين صافي طجات السيده وهي المهم قالت لي الله يعاوني ويعاونك انا فريمون فهمتي وكانت واحد الوقت كانت مقوده عليا فينانسييرمون مقوده عليا في جميع النواحي وانا نقول زعما انا لا راه زعما كنت نصلي تنصوم انا عمري ما قودت سوايع ولا شي حاجه تنقول هاد اللوجيك ديال الاخرى ديال زعما انا ما داير حتى حاجه خايبه مقوده عليا وانا نقول شنو وقيل انا ما فاهمش مزيان هاد الدين اجي نقرا وشنو بغيتي تكون انت يا اخا باغي تولي مليونير لا زعما فهمتي هذاك كفر حيت ما مريش لا تتبغي تلقى لواحد اللوجيك الهيه فهمتي ديك القضيه ديال زعما واش الله قال لك الا ولا الا امنتي بيا غادي ندور معاك راه ابتلاء اصاحبي وي دابا انا قلت لك انا راه كان عندي اسلام ديال التربيه الاسلاميه فهمتي ديال العفه وداك الشيء المهم انا ملي جيت نقرا دوزت واحد ربعه ولا خمس شهور وانا تنقرا دوك المراجع الدينيه المعتمده طاطاتي طاطاطا بقيت اربع شهور خمس شهور وصرت ذاك الشهر الخامس ذاك الشهر الخامس كان في ديسمبر من وصل في ديسمبر كنت تفرجت في هذاك ديني دو كون ويت بان لي ديك نهاد انت من الكفار ديال نهاد وانا ما اسمع بس نقول لك كيفاش اكتشفتك انت المهم انا ديك اربع شهور خمس شهور ديال شوف سبحان الله ليتود على الاسلام صدمت اصاحبي عرفتي تنقول او شتي
وما كنت تهضر مع حتى واحد، ما بقيت تهضر مع حتى واحد تقريبا، فهمتي؟ بحال عطي داك 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 لو بوين لو بوين اللي عندك في الحياه اللي تقدر اما تولي داعشي اما تصطى اما تخرج. وصلتي لديك النقطة، النقطة الفاصلة. كنت في ديك النقطة الفاصلة وتبان لي ديك النهاد، وفهمتي كانوا تيهضروا على المغرب وداك الشيء، بقيت تنضحك شوية. واحد المرة وتبان لي النوتيفيكاسيون راه دايرة لايف معاك، وانا نقول شكون هاد خونا، وانا ندخل هذاك اللايف ديال الفيسبوك فوالا هذاك. وبقيت عرفتي شنو، تتهضر ويا تتهضر وانا تنخرب الضحك، وتنقول او كيفاش نخرب الضحك اصاحبي وانا مسلم وهادي وهادي. ومن بعد بقيت تنتفرج في لي فيديو ديالك ديك اسئله المسلم ديك مباشر ديال الحاله دي، فهمتي؟ ملي كنت تطلع على بنادم ماشي تطلع، ملي كنت تتعيطوا كنت تتعيطوا الزبون وداك الشيء تقول لي راه امي اتصالات امي طلقها البنت ثلاث مره وانا راه تخرب الضحك. المهم بقات حتى ديك ركن كافر وداك الشيء وانا نطج صافي. جونفي قلت لهم صافي هاكو التوني ديالكم، بقيت لاعب حسنتي الحياه صافي. درت ديك القضيه ديال نيو ريزولوشنز وشو من 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 قدر هبل فيفري هذيك البنت اللي كنت طايح فيها رجعت تهضر معايا. واو، وتا هي كفرات ولا مازال؟ لا ودابا سمع داك القضيه مقوده. دابا انا في واحد الحاجه خايبه، انا صريح 4000%. دابا والدي وداك الشيء ما عمرهم ما يثقوا خبار هذه باينه، ولكن انا زعما شي واحد تتبغيه تتصالحو بكلشي تكون مرتاح معاه. وهي كاع ما هي قلتي طجات وداكشي، انت مالك اصاحبي مكفح؟ ياك هي طجات منك وداكشي، انت مشيتي ديريكت عندها قلتي لها راني كفرت؟ لا صاحبي لا، هي من رجعات قد تقول لي هذه لا، هي ما رجعتش معايا زعما باش نرجعوا اونصومبل، رجعت معايا حيت قالت لي انا عارفه كيفاش، حيت انا تخي سونسيب، انا فهمتي انا ماشي سونسيبل بزاف ولا كيفاش زعما؟ لا ماشي عدو مع الثاني، ولكن انا سونسيبل زعما الحاجه اللي تتبقى فيا تبقى عاقل عليها اعوام واعوام، تضرك في الخاطر وهي فريمون ها يعني تضرك الحاجه في الخاطر. بزاف ورا اصلا علاش انا نبقى شاد 5 شهور 6 شهور وانا تنقرا في الاخرى ديال الفقه الاسلامي تيمرض كاع كيمرضك؟ علاش انا اصلا لو بوين اللي حرك داك الكاتاليزور اللي حرك ليا كلشي هي فهمتي؟ تنقول انا واش ظلمتها من درت داكشي فهمتي؟ وي المهم قلت لها شنو هذه السيده تصدمات فريمون تصدمات، تقول لي لا ميمكنش انا كنت نعرفك تتصلي وهذه جات تعطيني النصائح وانا فهمتي. قلت لها ودابا كيما درنا ما سلكنا لونسيان فيرسيون كنتي تتشكاي ودابا النوفيل فيرسيون تتشكاي عاوتاني. المهم خليتها تا داز واحد الشهر وتقول لي صافي المهم اللي ليها ليه. كيفاش اللي ليها ليه؟ قلت لي ولك اللي ليها ليها زعما هي واللي ليها ليها راه فيها بزاف ديال المعاني. لا حيت دابا هي سكيجان شيزال وسكيجان شي بزاف ديال البنات، هي ديك القضيه فبنت من تكون مسلمه كاين ديك القضيه ديال المسلمه عندها الحق تزوج غير بمسلم فهمتي؟ وي بيان سور وي دونك انت ميت ها؟ وي طبعا بطبيعه الحال كمل فوالا. دونك انت ملي تقول لها زي كفرتي صافي زعما حراميتي عليها، دونك هي تتولي عندها واحد البالونس، واش تجي من الجهه ديال الحب ولا تجي من الجهه ديال الدين ديال لي تيكست. وانا بقيت تنهضر معاها بقيت تنسيس معاها، هذا ما درتش معاها داك التنطيح ديال نري هادشي خايب راه صعب عليكم. وهاد السيده هادي ما عندها والدين، ما عندها مقطوعه من التزره ملوحه في فرنسا ولا كيفاش؟ دابا قبيله تتهضر معنا بحال اللي تلاقيتو في شي جزيره. لا ماشي ما عندها حتى شي دين، دابا هي مسلمه. ووالدين ماشي دين. الوالدين مسلمين. ايوا هي عايشه مع دارهم، عايشه بوحدها يعني شنو؟ بصواني. لا عايشه مع والديها. وانت غادي تمشي انت ملحد وغادي تمشي تخطب وحده مسلمه من والديها؟ غتلبس جلابة بيضاء وشنو غدير؟ ثانية شنو المشكل؟ غدير التسابيح في عنقك وتمشي. أنا في الأول كتجيني داك الشيء نفاق، ولكن أنا خفت المهم كلشي من أجل راحة القريد.
لا ماشي وا صاحبي حتى في فرنسا صاحبي تكون في فرنسا ولا حتى في المغرب حتى تفرح القريب بسهوله. انا ما عنديش مع داكشي شي باش انا نقول لك واحد الحاجه وبالله تهدى عليا صاحبي راه خاصك تهضر وصديقي راه خاصك تهضر وتقيس لان راه معاك الناس دابا قبيله قلتي لنا انا تري سونسيبل بزاف د الحوايج يضروك في الخاطر ودابا تتقول لنا تفرح القريد انا ما عنديش مع داكشي ما كيفاش لا سي دابا سي بمشي وانا راه تنقول علاش تنقول لك هاد الهضره هادي باش تهضر وتقيس لان انا راني انا فاهمك ولكن راه الناس اللي تيسمعوا غير تناوي والخواض انا عارف راسي شوف اللي بغى يتناوي يدير تناوي يدير تناوي ماشي شغلي المهم انا عارف راسي وعارف راسي شنسو لا باش نقول لك واحد الحاجه اللي قضيه ديال زعما حيت حام واحد تحسابو صافي طرجيتي من داك الشيء صافي راه الحريه راه برا فرح القريد سكر تحس انا عندي واحد لي جين دو في كلين انا سبورتيف قريبا نولي سبورتيف دو نيفو فهمتي عندي ايجين دوري شنو تتلعب ماضي ماشي زعما تنقولها باش نبان على بنادم ولا واشنو تتلعب اصلا زعما داكشي انا ملاد. ها شنو تتلعب انا ما قدرت دابا اللي قلت لك شنو تلعب بنادم ما يعرفني فهمتي اي عرفك ولكن انت هو بدر هاري هذا سبور شويه قليل المهم اوكي اوكي انا قلت تلعب شطرنج واحد لا واحد سبور قريب من سبور اولمبيك فيه الزان ديال الحديد اوكي حامل اثقال المهم بحال داكشي وي اوكي اوكي المهم المهم دونك فهمتي انا ما ديك اغوش ادغوات انا بغيت شي حاجه زعما علاقه حب تمشي لي فريمون تبني عليها حياتك بغيتي شي حاجه ديال التيتانيك بحال الشريك نعم بغيتي علاقة حب ديال التيتانيك باش تغرق ربك وتعيش ما بغيتش نغرق وصافي تقلب على اللي تنيق هذا تتقلب على اللي تنيقك وي والمهم دابا كل واحد كيفاش يشوفها دابا انا تنقول لك كيفاش فهمتي دونك انا علاش نوصي بيان صديقي زعما بقات عزيزه عليا هاد البنت حيت فريمون شي مين تتلقى ديك لا بيرسون اللي تترتاح معاها اللي تكون انت راسك زعما كيما انت ما في لا زواق لا مرض لا والو صافي ما تتبقاش تشوف اغوش ادغوات لا هي تتشوف اغوش ادغوات غير دابا في الوقت في الاول في ايامات داك الباكور في الاول الباروك ولا ما على الطريق باش تقطع الطريق تشوف اغوش ادغوات اقول لك حامض تخربيق المهم هانيه لا دابا انا اللي بغيت نقول لك زعما هاد البنت راكم انا تنقول حيت حال مره تترجع حسين تالور وتنقول فراسي هاد البنت كون ما تلاقيتهاش كره واقيلا ما راني باقي مسلم وباقي تنكوز وحابس الحزقه وكلشي فهمتي وعلى دابا فهاد دابا من كفرتي فداك حمل الاثقال وما شدش الحزقه راه واقيلا تيعاونك داكشي لا واش شفت بعدا راه كنت نسمع دوك لي لايف مي كنت تهضر على كيتوسيس دايت ديال سيتوجين وي وي كيتوجينيك تقول اي تقول لي تنقول راه اول مغربي تنسمعو تيقول بلي السكر بحال الهضره وداك الشيء افرح حتى صاحبي والله الا فرح ياك داك الشيء اللي قلت صحيح 99% صحيح كاين المغاربه ديما ما عمرو يقول لك صحيح خصو يقول لك هذاك الشيء قال لك قلت صحيح غير واحد الحاجه هي اللي لا انا نقولك علاش لا دابا ما نديرلكش ديك القضيه ديال انعمت انعمت هانت دابا البلان سيكو انت لا ديت اللي بريزونتيتي وي هذيك لا ديت هاي ان فات زعما الليبيد طالع وي تقريبا 80% شويه ديال البروتين ماشي بشويه المهم موين واحد لا موين ديال 20% بروتين وداك الشيء اللي بقى صغير ما ديال الكاربس ولكن قليل حيت تلقى حيت ما تلقى ما تقدرش تلقى شي اليمون ما فيه حتى كاربس ولا بد شويه ولكن كاين ديك لا ديت سيتوجين ديال المرضى ديال الناس اللي عندهم الصرع اللي عندهم ايبيليبسي وي فوالا عندهم امراض نفسيه هذيك لا ديت ديال 80% صار لقاو باللي الا نقصوا على ديك 80% فات ولا زادوا في الكارس سيد ما يبقاش مزيان ما يبقاش شنو ما يبقاش مسلم لا
ما بقاش مزيان في صحته. ما يبقاش مزيان في صحته. اوكي. واللي كان تيشرب البرار ديال اتاي في الفطور وفي الغداء وفي العشاء حتى دار شي 12 عام. هذاك 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 غيولي كافر مغربي. والو والو صديقي صديقي راه بزاف تيعيطوا غادي نضطر انني نحبس هنا معك. انت هو اول واحد طولت معاه بزاف. وي خويا واخا واخا خويا نزيد غير واحد الحاجه دغيا. قول اخويا قول. القضيه ديال 80% في الفات ديال المرض. ولكن شي واحد باغي يدير الرياضه و اون ميم طون ينقص في البودي فات زعما في وي الشحمه ديالو خاصو ياخذ قل فات ويزيد شويه بروتين باش يقدر يبني دوك العضلات اللي غيمكنوه باللي يحرق اكثر لي كالوري ويرقاق وديك الشيء. فهمت؟ هذه هي الحاجه الوحيده اللي ما كنتيش قلتيها وصافي. انا حيت انا غير داوي خاوي. عرفت يا داوي خاوي. المهم شكرا صديقي. شكرا نوتيلا في صغرك راه عادي. شكرا عزيزي. شكرا شكرا بزاف وبالتوفيق. الله يجيب التيسير مع الاخت. الله يجيب التيسير مع ليلى ديالك سي قيس ديالنا. شكرا. امين امين شكرا. امين وبالي يباركم. الله يعاونك على الثقل. حامل اثقال هذا حامل الهم بلاتي راه نشوف واش هادي سي اخت مباركه او تادي. الو 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 ايه والحمد لله. شكرا ألو. شكرا على الاتصال اختي. مرحبا بك معنا. خذي راحتك. بونجور سافا بيان سيك شاب بصراح. عندك الصوت مهلوك مسكين. كونيكسيون ديال زحيليكا. الو الو تي مونتون. وي اي ناستي كومون فاتسي. سي كي سا؟ كومون فاتسي مونتون. واي سا فا تري بيان توي. تري تري كونتون تاسواي. مو اوسي جو سوي فريمون كونتون دو تي تونتوند. سا فا تي بيان. اي جو تري بيان لا. Ouais, ça fait parfait, très longtemps que j'essaie de t'en parler, là. Ah, j'étais occupée de parler de Jen, d'acide, de merde. Eh, hey, je suis bien content. Je suis bien. Wallah, il a rien fait comme quoi, comme ça, on a fait le اهلا اختي العزيزه. انت دابا كيفاش ساكنه في كندا الانجليزيه وتتهضري بالفرنسي مليان؟ حيتاش انا جو سي كيبيكواز. كيبيكواز. انت كيبيكواز؟ ولكن نو مغربيه كيبيكواز. مغربيه كيبيكواز. لا حيت هضرتك بالدارجه باينه مرقه مزيان. مرقه كزاويه مغربيه كيبيكواز مرقه فيها المرقه بزاف. مرحبا بك معنا. عاودي لينا شويه على يعني الرحله ديالك الكفريه. الا كنتي كافره الا كنتي مسلمه مبروك رمضان. انا كافره ونص. الرحله ديالي الكفريه سهله. لي زامي كاينين في الروم كيعرفوني. هلو جي سوي هند. سالي لي زامي جو زيم توس. دونك كاع سبحان الله اللي سميتهم هند تيكفروا من ايامات حمزه. لا كتعجبني هذيك الشخصيه ديال هند بنت عتبه. اجي دي هاي هند بنت عتبه من هنا. رحلتي الكفريه سهله. مشيت عند العرب وانا نكفر. مشيتي للامارات؟ ساكنه. ايوا كنت ساكنه بخير عايشه بخير مع الكفار. وانت في الامارات كنتي تحضي غير البيران علاش مشيتي للجامع؟ كيفاش؟ فين كنتي؟ فين كنت في الامارات؟ وي حيت الامارات دايره بحال الاوروب دايره بحال يعني عندك بلايص ديال القصاره وبلايص ديال الدين. نو نو ولكن اللي ماشي اللي كفرني هو البلايص اللي كفريت وتا ماشي هذا الكومبورتمون ديال المسلمين. الكومبورتمون ديال هذاك الشيء ديال العبوديه. وي البنغلاديش والهنود فوالا هذاك الشيء اللي ما كيعجبكش. وكيمشيو يغسلوا عظيماتهم في مكه فهمتيني. Oui. بزاف لي بيتيز. دونك مو جافي ديجا كان عندي ديجا دي كيسيون. ديما كنسول راسي كيفاش اقرا باسم ربك الذي خلق ماشي هي الصوره الايه الاولى في القران علاش كاينه الف لام ميم. دونك
بديت كنقلب وعلاش ريسيرش. اقرا راه هي الاولى، علاش ماشي الاولى؟ وعلاش ملي كنحلوا القران كنلقاو الف لام ميم، علاش ماشي هي المكتوبه؟ لا ملي تحل القران تلقاي الحمد لله رب العالمين الفاتحه. ايوا الفاتحه، من وراها كاينه سوره البقره. هذاك الترتيب اللي دار من بعد، يعني من بعد موت الرسول. فانا ما كانت عندي حتى شي انفورماسيون. المهم كاين خلافات في هذه الامور، هذه كاين خلافات. اما هي الايه الاولى اللي نزلت هي فعلا من قجر جبريل قج محمد في الغار، فقال لي اقرا، فقال لي ما انا بقارئ، اقرا باسم ربك الذي خلق، وحبسات في علم الانسان ما لم يعلم، ومن بعد كملات جوستمون سورة العلق. ولكن بوغ كيلكان اللي ما كانش عنده حتى شي فكره على الدين، كانت هاد لا كيسيون ديما كتجيني، علاش ماشي هي اللي كتبوها هي الاولى؟ علاش ماشي هي الاولى؟ وي وي ترتيب النزول، يكون ترتيب النزول فوالا الترتيب، ما كنتش عارفه انا الترتيب. وهذا هو هذه الروينه بالقران، القران هادشي كله ما كان عندي حتى شي فكره. فبديت كندير دي ريشيرش، بديت كندير دي ريشيرش و لا فيريتي. وانت كتقلب وانت كتخرج وانت كتخرج كتلقى راسك خرجتي غادي وتتبعد. سلام. وي ماشي بغيتي تتزوجي شي امريكاني ودرتيها سبا؟ لا كنت بغيت نتزوج شي امريكاني شحال هادي، ولكن قالوا لي سيري طهري حيدي لي 5 سنتيمتر من القضيب ديالو، وقلت هذيك 5 سنتيمتر تقدر نعاود نحتاجها، فهمتيني؟ عجبتني. وا دابا الهضره تتهضري على الامريكاني وعندنا دابا سدنا شويه ديال القشعريره. لا لا والله الا بصحني تبين زار، ايماجين شي واحد عنده 40 عام وتقول له عافاك خاصك تاع واحد 5 سنتيمتر من القضيب ديالك. ويا حنا بعدا من كنا صغار مت يعني دازت. ويا مشكله هذه كتجيهم سهله وما كتجيهم، لا خليه يسلم ويطهر عادي. شنو يطهر شي واحد عنده 50 عام كي بغيتي يطهر؟ انا ما فهمتش. انا مادام انا كراجل ما نبغيش. ورا حتى حنا راه رزاونا في جليداتنا، ولكن المشكله ما عندك كدير ترجعها. ما عرفتش انا علاش ما تيديروش العمليات ديال الارجاع، تيرجعوا البكره وما يرجعوش لينا الجلده. والله الا والله الا رزاوكم في ديك الجليده في الحقيقه، ما عرفتش كيديروا بهم. انا بغيت نعرف غير حياتي كي غادي تكون بالجلده، لان بلا جلده صافي طلع لنا في راسنا، بغينا دابا الجلده باش نشوف. وشوف دابا الموضوع من اقرا باسم ربك الذي خلق، احنا في الجلده دابا ما نعرف كيفاش بدنا. باش تعرف القران ربهم خربق. ما شد حتى موضوع. بصح سي غراف غراف، ولكن سي بيان واحد مزيان. لا بالعكس انا بغيت نقول لك ميرسي بوكو، لان بصح نيت كتوعي الناس وهادشي مزيان. شكرا. غير هي عندي واحد كومونتير دابا غالبا الناس اللي كيطيحوا في، انا ابخي بوندون مي ريشيرش مشيت شفت اليوتيوب شفت لي فيديو ديالك. دابا الناس اللي كيكون عندهم اوريدي شك، كيكونوا عندهم شك ملي كيشوفوا داك القباسات وما كيتصدموش، حتى كيجيهم داكشي عادي نورمال. وي باغ كونت هذوك الناس اللي ما عمرهم ما عندهم شك، فاش غادي يحلوا شي فيديو ويتصدموا بال بحال دابا ديك الصراحه في الكلام في الهضره وداكشي، جو بونس كو غالب كاين واحد النوع كيطفي اليوتيوب وكيمشي ينعس زعما. هو كاين انواع ديال الشوك، غير هي مرات مرات كاين اللي كيخاف، فهمت؟ وي هو ما تقدرش. هو اكيد كاينين الناس اللي مجرد ما يشوف كاع مول القناه كافر مغربي، وهذه راه ماشي غير في القباسات، يعني كاين مسلمين اللي تيعلقوا ولا تيكتبوا ليا ما عرفتش، راه كلشي حبس عندي هنا شت، كلشي حبس. بلاتي الو، كلشي تبلوكا. دابا كاين الصوت. واش معايا مازال الاخت في سكايب؟ حتى هي مشات. اوكي
ما عرفش شكون اللي قوس على ربايب ربنا. ابراهيم قوستو علينا كونيكسيون ديال والله الاخوان ما نكذب عليكم غير دابا جاني في البريفي واحد دابا انسان واحد مصيفط ليا 45 ميساج والله ما تنكذب عليكم الاخوان شخص واحد صيفط ليا دابا دابا غير في الوقت اللي بديت انا تنهضر دابا 45 ميساج شخص واحد 45 ميساج يا بنت المهم هذا غير ايشونتيون باش تعرفوا what the fuck is going on يس 45 ميساج شخص واحد فهل ديك المرة كانوا شي كدو 20 دابا 45 نو لايف نو لايف يس اوكي بالله ترى شيت عاودي عيطي اختي عاودي عيطي المهم نرجعوا لمول الكاسيتة فانا درت ديك الكاسيتة فهمتي درت ديك الكاسيتة في السجالة ابعالي حرفي ما كاين لا تبدا الصوت الاول اي ديك دخلت انا ديك الكاسيتة قلت زعما باش ندير مزيان مع الرسول وما لا تعالى واحد هو مره يدير مع ربي بخير في هذيك عندي ديك الكاسيتة دخلتها في ديك السجالة وبديت تنسمع الخونة تيقرا القرآن وربي كبير وداك الشيء وهداك فتيقرا صاحبي ويتبلوكي ليا في واحد الآية فهمت والو أبو النعيم ما نعرف أختي هند والله ما نعرف يعني من ذاك الوقت ما سمعنا لا بأبو النعيم لا بأبو الجحيم لا أدري والله لا أدري سبحان الله أول مرة للقنوسي كهلا خويا ضفت لقيتيني حرفي أنا آثرت على نفسي اليوم آثرت على نفسي اليوم ما بغيت تمشي لي اللغة العربية الله ينعل دين ربي بربا ما كرهتش أنا نبدل كاع اللغة العربية اللي مازال لاصقة ليا في دماغي نبدلها بشي لغة أخرى وخا تكون السواحيلي بلا ما نقول لكم دابا زعما الإسبانيول الإيطاليان شي حاجة بغيت نبدلها سواحيلي أنا سواحيلي فآثرت على نفسي اليوم أن أتكلم بصوت الشيخ أبي كليبح دون مؤثرات وكذلك صوت عبد العلي الأخ الفاضل المبارك دون مؤثرات سافي لدرانيش أنا كل اللي أثبت ويادك ما أثبتك سرب الماء ديال البحر ولد الواد ولا راح تقب ناري أبدأ وتاني رب رب زي خايب أنا ما تقرب ربش فين هو الأخونا هذا هذا كله بمسيب هو بقول لي بقى عنده واحد سيستم خاص المهم ففين هي أختنا اللي تتعيط عاوتاني شيت ترونت مع التليفون ففين وصلنا قلت لك أنا دخلت الكاسيطة في هذه السيدة صاحبي ويلسق مارتي الساق تتعرفوا لك الآية ديال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ماشي والكمان كانت عاوتاني ديك الكاسيطات تيحطوهم صحاب الكاسيط صغيرة راديو في الكاسيطة كاين واحد الآية تي الله تي زعما تي يبين بأن الصعوبة ديال دخول جهنم يعني الصعوبة ديال ماشي دخول جهنم الصعوبة ديال دخول الجنة فزعما الجنة راه صعيبة تخليها لدرجة أنك تزحزح تتزحزح فهمتيني مرمال ومعداب وطايرة لك سنة ومخشي فيك شي طورنوفيس في الطوبور تتلوى بحال هكا وتزحزح تزحزح يعني تزحزح زحزح عن النار وادخل الجنة والله الاخوان تعاودها شي 14 مرة وبلا كذب حيت الا كذبت نقول لكم عاودها شي 40 مرة عاودها شي 14 مرة ف علاش اخو علاش صافي راه خلعتينا بكيتي زيد عرفتي ديك اللعبة ديال ما بغاش يتململ منا ما بغاش لاصق ما زحزح وتيبكي 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 وتيدير زحزح حتى لواحد الوقت انا ولات تجيني ولات تنضحك يعني تجيك فهمتي دوك اللي تيبدا يبكي بزاف تيجيك بحال اللي راه تيضحك تتسمعوا شي وحدين تيبكي وتيجيك بحال اللي تيضحك لان تيكثر تيكثر تتولي تجي بحال الضحك فما زحزح عن النار عن النفس فما زحزح عن النار وادخل
فبقى لاصق تما بقى تيسي 20 مينوت هو تيعاود فيها عتي وانا عتي ما عنديش كاع دوك لو غو ديال انني نبكي يعني ما شدنيش في واحد الوقت عتي تكون يلا ساليتي استمناء ما عندكش وقت ديال ما عندكش يعني ما عندكش القانة ما عندكش القانة ديال اللي بكون شدني مثلا شي وقيته وانا تنتفكر البلاد والغربة وداك الشيء فيا البكي نقدر نبدا نبكي معاه خصني عا هو يتلونصا وانا نكمل ليه نظرية التطور ثانكس شكرا عزيزي ريد امبر شكرا لعز تحياتي بلاتي نشوفو مولات سكايب واش رجعت ما رجعتش فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز عاوتاني تاي دورتي دور تيجي ولدك صورة قاف ناري ديك صورة قاف صورة قاف عتي ديال تكرفيس دي صورة قاف هي تكرفيس تكرفيس يعني صورة تكرفيس هي قاف وهي صورة تكرفيس من تكون مسلم من تخرج من إذا وليت صورة تضحك إذا وليت تضحك قام والقرآن المدين من عدم أنا وهنا تبقى هو تيزرب 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 يعني باش يوصل لاش فين يوصل بغى يوصل لديك أبلاتي كين عتني ديك التفاسي قصة شنو شبين بغى يوصل اصحاب سورة قاف شنو الآية اللي مربط الفارس ولا بيت القصيد بيت القصيد في سورة قاف وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الموت بالحق لأن الناس يبدأ يفكروا تتعرف شي واحد ضاري نمراو دو شي واحد ضاروا راسو شي واحد يلا مات ليه باه شي واحد فهمتي يلا شاف شي كسيدة فتيبقى يفكر في الموت فانت الاخر تيجي لك وجات 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 الله يجيب لك وجات سكرة الموت وجات سكرة الموت بالعد بين هذه من تتقطع عليه النفس تتقطع عليه النفس وتيبغي يكمل الايه تتعرف ديك اللعبه ديال تتقطع عليه النفس تيبغي يكملها وتكملها اتي ان كاتاستروف كارثه كارثة صوتية ومن ناش من وجات وجات من بالعدي ويمان الله ينال دين ربي بربك ضيعنا الوقت معك فجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد تيب نادم تيبكي وتتفكر الموت مساكين ما هذا القرآن صاحبي خرج لينا من الزنب والله إلا خرج لينا من الزنب هذا القرآن هذا ما بينا ما علينا جالسين ناشطين مع راسنا بخير هذا القرآن هذا يفعفعنا والله العظيم داك اليهود ربي بربهم حتى هما كون داروا خدمتهم وقتلوا داك قتلوا الإسلام في الأول وسالينا كون راه دابا حنا جالسين داير في راسك شي صليب ولا تتعبد شي وتن شكرا بخير هانزيني خسارين حتى حنايا وداخلين مع الاوروب والامريكان وخا داخلين معهم بالدين ولكن المهم داخل ودابا الاسلام تبعك الاسلام دابا راه كاين شي وحدين حماق ربي بربهم تيصحابهم راه الا تقودات على المسلمين في الامريكان وفي الاوروب وداك الشيء هما راه بخير حيت هما ملاحده زعما بحال راه زعما نتايا من تتكفرتي ولي تتولي زعر تتولي زعر وتولي عينك زرقين وداك الشيء راه ربي بربك راك انت الاول غتمشي فيها انت الاول انت راك كحل الراس صحابك زعما يبداو يجيو يسولوك تصابوا يعطيوا البطاقة ديال هذا معانا هذا معانا هذا داخل في الحماية ديالنا هذا من أهل الدم هذا راه والو راك بحالك بحال الناس راك وادي سيرتو حنا يا صحاب الحياة وداك الشيء تتبان صاحبي لونك خراوي تتبان ما يمكنش يعني يحلف على يقدر يتخاطروا على الموت انك انت مسلم واخا انت يا راه في عقلك راك تتنتقد الاسلام وما مسوقش الاسلام وانت اكبر واحد ضد الاسلام العلامه ابو كليب القنيطيري لا هذاك ابو تريم المهاجر ابو تريم المهاجر هو اللي تيكون مثلا متلف في شي بلاد اسلاميه وتيهاجر تيهاجر يمشي يدير الجهاد في لاس فيغاس ولا في سان فرانسيسكو ولا هادي تيولي ابو تريمه المجاهد المهاجر وداك اللي تزوج به الامريكاني تيولي سميتو ابو كريستيان الانصاري
آه سبحان الله. كنا صاحبي والله العظيم كنا شحال غادي نضيعوا ديال القصاره بلا اسلام. فالاسلام تا هو زوين تيجيب لك يعني فاش تضحك وفاش تقصر وداكشي، وغادي تبقى متورخه للاسلام ان النبي ديالهم طلع في حمار تيطير.